الله يعطيكم العافية صبايا يا شباب. هاي كمان اليوم راح نتابع تفاعلات المركبات العضوية. راح نحكي عن النوع الثاني من التفاعلات اللي هي تفاعلات الحذف، اللي هي طبعا من اسمها عكس تفاعلات الإضافة. تفاعلات الحذف سبق حكينا أن تفاعلات الحذف تحدث على نوعين اثنين من المركبات العضوية فقط، إذا متذكرين في الحصة الماضية أو أول حصة حكيناها. فالحذف يحدث على نوعين اثنين من المركبات العضوية، شو هم هدول؟ تعال نشوفهم. طبعا هذا الكلام الموجود هون صفحة رقم 21، أنا بفضل إنك تدرسه كامل، ولا راح أشرح لك على اللوح أفضل. هاي كل الأمثلة الموجودة هون شايفينها، راح أطرحها هلا بطريقة ثانية. تنساش تحل الأسئلة. طبعا هي تلخيص تفاعلات الحذف، مش شغلة صعبة، هم تفاعلين فقط زي ما حكينا زمان. هلا بدي أشرح لك إياها. تعال نشوف مبدأ الحذف. حكيت لك بدي أشرح لك على اللوح لحال أحسن. شوف يا سيدي العزيز، شوف يا ستي، الحذف يحدث على نوعين اثنين من المركبات العضوية. مين هم هاي المركبات العضوية بصير عليهم تفاعلات الحذف؟ تعال نشوف. إذا تفاعلات الحذف تحدث على نوعين، الحذف من، إما بنحذف من هاليد الكل، بس بشرط حكينا إنه يكون إما ثانوي أو ثالثي. معناته أنت حالك تستنتج هلا هريد الألكل الثانوي والثالثي بصير عليه حذف، معناته هريد الألكل الأول شو بصير عليه؟ استبدال، لأنه مستحيل يصير عليه إضافة لأنه فيش فيه رابطة ثنائية هريد الألكل، واضحة؟ والنوع الثاني من المركبات العضوية اللي بصير عليها حذف هو الحذف من الكحولات. حلو؟ هلا بدي أعطيك شرط للحذف. كيف؟ انت دائما عندك كربون، هاي الكربون في المركب العضوي تحتوي المجموعه الوظيفيه، سواء كانت هالوجين اذا كان هاليد الكل، او ممكن تكون او اتش اذا كان كحول. هاي الكربون بنسميها كربون وظيفي. شو اسمها هاي الكربون؟ كربون وظيفيه. هذا مصطلح مهم. هاي الكربون الوظيفيه عشان تقدر تحذف من المركب العضوي لازم يكون في عندك بجنبها كربون مجاورة، هاي بنسميها اللون أزرق، بنسميها كربون مجاورة. هاي الكربون المجاورة لازم يكون معها على الأقل ذرة هيدروجين واحدة. إذا شرط الحذف، شرط حدوث تفاعل الحذف، إنه يكون عندك كربون مجاورة للكربون الوظيفية. هاي الكربون تمتلك على الأقل ذرة هيدروجين واحدة، هذا هو شرط الحذف. والحذف دائما يتم من موقعين متجاورين. كيف يعني؟ سواء أنت بدك تحذف من هاليد الكل أو بدك تحذف من الكحول، شو بنحذف دائما؟ بنحذف من موقعين متجاورين. إذا الحذف من موقعين متجاورين، يعني ذرتي كربون متجاورين، هي الكربون السوداء وهي الكربون. راح نحذف من الكربون السوداء اللي هي الكربون الوظيفيه، نحذف المجموعه الوظيفيه، فبصفي عندك الكترون هون حر الحركه، لانه راح الكترون الرابطه التساهميه هاد تبع الاو اتش او تبع الاكس راح معها، فصفى الكترون الكربون. شو صفى عندك؟ الكترون الكربون. وبنحذف من الكربون المجاوره هاي لونها ازرق، بنحذف كمان هاي الكترون الهيدروجين وهي الكترون الكربون، راح نحذف كمان ذرة الهيدروجين، راح صفي عندها عند الكترون حر الحركة. إذا من هون حذفنا H، ومن هون حذفنا مثلا X. هلا أنت في هريد الألكل شو عم تحذف؟ عم تحذف H و X. H و X يعني إيش؟ يعني حمض. إذا أنت من هريد الألكل شو عم تحذف؟ عم نحذف من هريد الألكل عم نحذف حمض، نحذف جزيء حمض. عشان تحذف جزيء حمض من هيد الألكل شو بلزمك؟ لازم نستخدم قاعدة قوية، ودائما كل تفاعلات الحذف لازم يكون في عندك تسخين، لازم يكون في عندك تسخين. فأنت من هيد الألكل الثاني والثالثي حذفنا جزيء HX، X من الكربون الوظيفية و H من الكربون المجاور، ف
فهذا الالكترون وهذا الالكترون بيتجاذبوا مع بعضهم، بيعملوا لك رابطه ثنائيه. شو بيعملوا؟ رابطه ثنائيه. تعال شوف كيف. راح يصير عندك رابطه ثنائيه بين ذراتي الكربون، هاي الرابطه اسمها رابطه باي، فتكون عندك الكين. فدائما وابدا ناتج الحذف، ناتج الحذف شو بيكون؟ دائما الكين. هلا هون تعال نشوف، نتخيل اذا كان في عندي بدل الهاليد الالكيل كان في عندي كحول، يعني انا عندي هون بدل الاكس موجود في عندي او اتش، عم تحذف من كحول. نفس المبدا تمام، من الكربون هاي الوظيفيه بنحسب، بنحذف المجموعه الوظيفيه من الكربون المجاوره. شو بنحذف؟ بنحذف ذره الهيدروجين، فبتكون رابطه ثنائيه، يعني الناتج كمان الكين. بس هون شو حذفنا من الكحول؟ من الكحول نحذف ماء. شو نحذف؟ جزيء ماء. عشان تحذف جزيء ماء بدك عاشق الماء H2SO4، ويكون مركز، وكمان تنساش التسخين. واضح؟ هي مبدأ الحذف. تعال نشوف تطبيقات أمثلة. إذا برد أوجز لك، تفاعلات الحذف تحذف على نوعين من المركبات العضوية. النوع الأول هو هاليد الألكل، بس شرط أنه يكون ثانوي أو ثالثي، والنوع الثاني اللي هو الكحولات. في شرط لحدوث تفاعل الحذف أنه لازم يكون في عندك كربون مجاورة للكربون الوظيفية، هاي الكربون تمتلك على الأقل ذرة هيدروجين واحدة. هاي الكربون المجاورة هامة جدا جدا جدا. اوكي، صرت تفهم هذا الكلام عشان بديش لك اياه من الرسم شوي عشان ما تنعجبش. هلا دائما وابدا ناتج الحذف، ناتج الحذف بده يكون عندك الكين، انت حققت الشروط. هلا من الهاليد الالكل شو بنحذف؟ احنا بنحذف اتش او اكس، يعني بنحذف حمض اللي هو اتش اكس. معناته لازم قاعده قويه. شو لازم قاعده قويه؟ رح نستخدم هيدروكسيد البوتاسيوم، ودائما في تسخين، فبنتج عندك الكين. واذا كان عندك كحول بدك تحذف منه، هذا الكحول حقق شرط الحذف، فراح تحذف مجموعه الهيدروكسيل من الكربون الوظيفيه، وبتحذف الهيدروجين من الكربون المجاوره لها، وبالتالي بتحذف جزيء ماء. عشان هيك تستخدم عاشق الماء المركز مع التسخين، ودائما ناتج الحذف شو حكينا عنه؟ الكين. تعال نحط امثله. شو نحط امثله؟ شوف يا باشا، هاي عندي هون كحول، هذا الكحول مكون من ذرتين كربون، حط لي على السهم H2SO4 مركز مع تسخين. اجى حكى لك اكمل معادله التفاعل. شوف انا كيف بدي اقرا المعادله ايها العالم. انا ما بقرا المعادله CH3CH2، طبعا بتعرف علمناك زمان. اول نظره بتطلع بتشوف لي هذا المركب شو نوعه، بتحكي لي استاذ هذا كحول. حلو. النظرة الثانية بتطلع على ظروف التفاعل، هاي اسمها ظروف التفاعل، هاي عين اللي عم برسم فيها، هاي عين. النظرة الثانية بتحكي له أستاذ التفاعل حذف، لأنه شفت عاشق الماء، التفاعل حذف إن تحقق شرط الحذف، حذف إن تحقق الشرط. تعال نشوف الشرط متحقق ولا مش متحقق. هلا عندي الكربون الوظيفية، هي شايفها؟ هاي الكربون الوظيفية موجودة. في عندها كربون مجاورة معها ذرة هيدروجين؟ نعم، معناته الشرط تحقق، فبيجي نحذف، نحذف الـ OH وبنحذف من هون هيدروجين. شو بنحذف من هون؟ إذا بنحذف من هون ذرة هيدروجين من الكربون المجاورة، ومن الكربون الوظيفي بنحذف المجموعة الوظيفية، فراح يكون الناتج عندك، طلع عليه CH2 لأن حذفنا منها H، كمان عندي CH2 لأن هدفنا منها الـ OH، راح تتشكل رابطة ثنائية هون، راح يتحرر معك جزيء ماء. هاي هي عملية الحذف من الكحول. طب شو رأيك نحذف من هاليد الكل؟ هاي هاليد الكل عندي CH3 هاليد الكل مكون من 3 ذرات كربون، طلع لي منيح وين المجموعة الوظيفية، زائد أو KOH، حطت لي على السهم تسخين. شوف كيف بدي اقرا المعادله. راح اقرا المعادله هاي، اول نظره هذا المركب شو نوعه؟ هاليد الكيل. شو نوعه؟ هاليد الكيل. النظره الثانيه طلع شو بتشوف؟ بتشوف كي او اتش، قاعده قويه، هي النظره الثانيه.
القاعدة القوية إما بده يكون عندك تفاعل مع هيدي الألكل حذف، أو بده يكون التفاعل مع هيدي الألكل استبدال. لازم ترجع تطلع على هديد الألكل الموجود عندك. شو هذا هيدي الألكل اللي عندك هون؟ هاي نظرة ثالثة. هيدي الألكل اللي هون عندك يا ثانوي، ما دام ثانوي إذا التفاعل خاوة حذف مش استبدال. أوكي، كيف بدنا نهدف؟ تعال أفرجي كيف بدنا نهدف. رح نهدف من هون المجموعة الوظيفية CL، من هاي الكربون اللي على اليمين أو الكربون اللي على اليسار ما بتفرق، رح تحذف ذرة الهيدروجين. طبعا الهيدروجين موجب الكلور شو بده يكون سالب. عندك هون KOH قاعدة قوية، رح يجي مباشرة عندك المركب الناتج، رح يكون الكين لأنه ناتج الحذف إجباري، ناتج العضوي للحذف إجباري الكين. هاي CH3 CH CH2 لأنه كانت ثلاث شلنا منها هيدروجين وصفت عندك رابطة باي. كمان زائد طلع عندك K مع CL، يعني فلز مع لا فلز دغري بيعمل لك ملح. KCl هذا ملح، هذا مركب غير عضوي. كمان عندك الـ OH راح تتفاعل مع مين؟ مع الـ H، بعطيني H2O. هاي الحذف من هريد الألكل الثانوي. طب شو رايكم شباب وصبايا نحط كمان مثال؟ هاي كمان مثال. هاي عندي كحول مكون من ثلاث ذرات كربون، وهذا الكحول اولي. الكحول تفرقش معي اول ولا ثاني، بس انا بوصف المركب. حط لي على السهم عاشق الماء H2SO4 مركز مع تسخين. نفس الفكره طبعا، هاي انا العيون اللي برسمها هاي، انا بس بعلمك كيف بفكر. مزروع انت بالامتحان تكتبهم يعني. فبطلع اول نظره هذا المركب عباره عن كحول. شفت بعد الكحول، شفت على السهم H2SO4 عاشق الماء يعني التفاعل حذف، انت حقق الشرط. ارجع، هاي الكربون الوظيفي في بجنبها كربون معها هيدروجين موجود، هاي معها هيدروجين يعني مش بس واحده. اذا الشرط محقق. ما دام الشرط محقق انت بتقدر تحذف. شو بدك تحذف؟ راح تحذف من الكربون الوظيفي OH، صح؟ راح تحذف من الكربون المجاوره H، فراح يطلع معك جزيء ما. اكتب جزيء الماء H2O. طيب شو المركب العضوي اللي ضد؟ عندك CH3، هاي CH كانت 2 راحت منها خلاص صارت واحدة، الرابطة الثنائية CH2. هذا المركب عبارة عن الكين. احنا حكينا انه ناتج الحذف في التفاعلات هو الكين، ناتج الحذف العضوي هو الكين. كمان امثل هاي كمان مثال، شوف لي هذا الألكين، عفوا هذا الكحول. حط لك على السهم H2SO4 مع تسخين. اوكي تعال نشوف كحول، وشفت على السهم عاشق الماء، فالتفاعل حذف ان تحقق الشرط. شو الشرط؟ أن يكون عندك كربون مجاورة للكربون الوظيفي. هاي الكربون الوظيفي شايفها؟ في عندك كربون مجاورة إلها؟ ما في. فهذا الكحول من ذرة كربون واحدة لا يحقق الشرط، لا يحقق الشرط، معناته لا يحدث تفاعل حذف، مستحيل يصير عليه تفاعل. إذن أنا بستنتج من هاي الملاحظة أنه أصغر كحول يحدث عليه حذف أيها العالم أيها العالمة لازم يكون أقل إشي من 2 كربون، صعبة؟ طب شوف لي هاي الفكرة كمان. هاي عندي آسف، هاي عندي كحول، طلع لي منيح، هذا الكحول حطت لي سهم، وعلى السهم حطت لي عاشق الماء مع تسخين. اوكي هذا كحول، هاي الـ OH فيه H2SO4 حذف ان تحقق الشرط. طب طلع الشرط، هاي الكربون المجاورة شايفها؟ هاي الكربون المجاورة لا تمتلك هيدروجين، معناته لا يحدث تفاعل حذف. واضح؟ هاي أهمية الشرط، أهمية شرط الحذف. هدول الحالتين. هلا شوف لي هذا الكحول، شايفه؟ هذا الكحول بقدر اكتب لك اياه بطريقه ثانيه، ممكن انها بالوزاره تيجي. كيف؟ شوف كيف تكتب لك اياه. هذا الكحول ممكن اكتبه هيك، هاي الكربون الوظيفيه شايفها؟ هاي الكربون الوظيفيه مرتبط معها CH2OH،
وعندك هون كم سي اتش 3 معها؟ واحد اثنين ثلاثة، شوف كيف بدي اكتبهم، سي اتش 3 باي 3. هاي طريقة في الكتابة، هذا الكحول نفس هذا الكحول. كمان شكل ثاني بدي اكتب لك اياه، سي اتش 3 باي 3 سي، هاي السي كويس، ومعها CH2OH. شايف هاي الكربون؟ هاي الكربون الوظيفية. كيف بفتحه؟ انت بتعرف انه الكربون لها اربع روابط صح؟ عندك كم CH3 هون موجود؟ ثلاث. هاي CH3 راح تكون هون، وهي CH3، وهي كمان CH3. طب الباقي هذا هاي CH2 ومعها OH، بتحب تحطه هون بتحب تحطه لحالها. فأنا بس بنبهك لما بكون عندي صيغة بنائية مختصرة، هي اسمها صيغة بنائية مختصرة بالتكرار، لأنه كرار الـ CH3، بقدر أفتحها بهذه الصورة. ممكن يجي في الوزارة، طبعا كل شيء ممكن يجي في الوزارة لأنه أنت عالم وبتقدر تغطي الأفكار كلياتها. تعال نحط كمان أمثلة للهدف، شو رأيكم ونشوف. شوف لي هذا المركب CH3 CH2 CL زائد KOH. هاد طلع عليه هريد الكل، بس شو هذا؟ أولي. بس تشوف أولي خاوة استبدال. ما دام أول استبدال، شو بدك تستبدل؟ ليش بدك تستبدل CL بالOH؟ وراح تكون الناتج CH3 تحط مكان CL OH، بطلع معك الK مع CL، بطلع معك ملح. هذا الاستبدال أنا أصلاً سبق شرحته زمان إذا بتتذكروا، أول مثال لما حكينا عن المجموعة الوظيفية. طب شوف لي هذا المثال كمان، CH3Cl زائد KOH سهم، شو هذا؟ أولي. بس تشوف أولي خاوة استبدال وتحوله لكحول، هاي CH3OH زائد، هون أنا حاطط تمتين كربون بس دقيقة لازم، آسف، CH2OH زائد KCl. طب شوف لي هذا CH3 CH2 CH2Br زائد KOH، شو هذا؟ مش هريد الكل أولي، بس شوفوا خاوة استبدال. أوكي، CH3 راح تستبدل البروم بالOH، راح يطلع معك كحول زائد ملح KBR. طب شوف لي هذا، انت لحالك حدد هلا كان حذف ولا استبدال، انت عالم صرت تعرف. شوف لي هذا المركب CH3، خلينا اعجل لك اياه اكثر، اي كمان CH3، أي كمان CH3 CH2 BR زائد KOH. شو رأيك؟ فكر، هذا هريد الكل صح؟ أول ولا ثاني ولا ثالثي؟ أول. خاوة خاوة تن تنوين، خاوة استبدال أيها العالم، أيها العالم تستبدل. شو بده يكون الجواب؟ CH3 المركب نفسه وراح تستبدل البروم بالاو اتش، طلع معك كحول زائد كي بي ار. هدول كلهم شايفهم، خدعتك انا، انا عم بشرح تفاعلات حذف بس كلهم عم قلت لك اياهم استبدال. اوكي تعال نشوف كمان، شوف لي هذا المثال، هذا يا سيدي العزيز كحول، هذا يا سيدي عباره عن شو؟ كحول. هذا الكحول فعل لي مع H2SO4، بس اشوفه معناته تفاعل حذف حذف ان تحقق الشرط. تعال نشوف، هاي عندي الكربون الوظيفيه معها OH، بقدر احذف من هون OH صح، وهي كربون مجاوره مع هيدروجين، بقدر احذف من هون هيدروجين، مظبوط، راح يطلع معي جزيمه. اوكي شو راح يكون الجواب؟ هاي CH3 CH2 CH رابطة ثنائية CH2 زائد جزيمة صح؟ طب مش في عندك احتمال ثاني؟ هلا راح اكتبه باللون الأخضر، مش ممكن تهدف من هون الـ OH
ومن هاي الكربون اللي على الشمال تحذف الاتش، مش هذا احتمال ثاني؟ طب اذا حذفنا من هذا الاحتمال شو راح يكون الجواب؟ طلع الالكين شو راح يكون؟ CH3 CH علاقه ثنائيه CH CH3، وبيطلع معك زي ما. طب اي الاحتمالين، الاحتمال الف بالاحمر ولا الاحتمال باء بالاخضر هو التفاعل الاكثر حدوثا او هو اللي لازم انا اكتبه في امتحان الوزاره؟ شوف بحكي لك شغله، انا بالتجريب العلماء طبعا توصلوا انه اعطيك اياها مختصر مفيد بدون ما اعجبك بالقواعد، في شيء اسمه قاعده ماركوفينكو، في قاعده ثانيه او عكس لها، انه يتم حذف الهيدروجين من الكربون الاكثر هيدروجينا، يعني هاي هي الكربون. فبالتالي عشان اريحك من كل هالسوالف هاي، لما بكون عندك احتمالات لتكوين الرابطه الثنائيه، يعني كيف يعني احتمالات؟ يعني ممكن تتكون على طرف، هاي طرفيه، ممكن تتكون بالوسط، هاي وسطيه، صح؟ فلو كان لك احتمالات فمعناه تحط في بالك تتكون الرابطه الثنائيه، هيك اريح لك، بعيدا عن الاطراف ايها العالم. اذا بعيدا، لو يكون عندك احتمالات، كيف يعني استاذ احتمالات؟ على فرجيك، شوف لي هذا المركب CH3 CH CH3، وهي عندك هون مثلا يود، وجا حكى لك هذا فعليا مع كيو اتش، مش هلا هاد ثانوي والثانوي بصير عليه حذف، صح؟ طب وين في احتمالات؟ هون فيش احتمالات، لانه هاي يود من هون اتش، راح تتكون الرابطه الثنائيه على طرف، ولو اخذت اليود من هون والاتش من هون راح تتكون الرابطه الثنائيه على طرف، يعني هاد اللي تحت نفس هاد، فهون ما في احتمالات، هون ما في احتمالات. فبالتالي النقطه اللي بدي اياها، لو يكون في عندي احتمالات لتكوين الرابطه الثنائيه زي السؤال اللي فوق، وين بكون الرابطه الثنائيه؟ بتكون الرابطه الثنائيه بعيدا عن الاطراف، يعني مين الاحتمال الصح عندك هون؟ الف ولا باء؟ طبعا الاحتمال الصح هو باء، بعيدا عن الاطراف. وهيك شباب بتكونوا انهيتوا درس الحد، واضح؟ الله يعطيكم العافية، راح أخلي هذا الدرس لحاله، طبعا لازم ترجعوا أنتم تحلوا الأسئلة، راح أرجع على الدوسية أفرجيكم، راح تحل الأسئلة الدوسية تبعتك هاي هون، يلا راح نطلع صفحة 22. هاي عندك يا سيدي العزيز هون تفاعلات الحذف، صفحة 21، الشرح اللي شرحته كله موجود هون، يا ريت تدرسه كله مكتوب هون، وهي بالألوان كمان بقول لك في الدوسية، اللي عنده الدوسية موجودة أو نزلها بي دي اف. وعندي هون أسئلة، سؤال رقم 1 صفحة 22، يا ريت تحلوه واجب. وشوف أنت هون، أنا بتحلي لك إياه عشان ما تنعجقش. شوف لي هون، هذا كحول حاطط لي حذف، حقق الشرط. هون في كربون مجاورة، كربون مجاورة، وهون من هون في كربونتين، هون في كربونتين، ما في عندي احتمالات، بيطلع نفس الجواب. بس شوف لي هذا الكحول كمان نفس الشيء، هون في تنتين، هون في تنتين، هون في تنتين، كربون كربونتين، كربونتين، كربونتين. إذا تحب تحطها هون بصير، هون بصير، يعني تقدر تحذف هيدروجين من هون أو من هون أو من هون، بيطلع معك نفس الجواب. فبالتالي انا الملاحظه اللي اعطيتكم اياها، انه اين تتكون الرابطه الثنائيه لما بيكون في احتمالات هو بعيد عن الاطراف، مش موجود عندكم ولا مثال في الدوسيه او بالكتاب، يعني عفوا بالكتاب. وبالتالي انا اعطيتكم اياها ملاحظه احتياط. هلا ضل عندنا النوع الثالث من التفاعلات اللي هي الرئيسيه، اللي هي تفاعلات الاستبدال، راح نشوف الحصه الجاي ان شاء الله تعالى. شوف الحصه الجاي ان شاء الله تعالى كيف وشو هي تفاعلات الاستبدال. الله يعطيكم ألف عافية، شكرا كثير لكم لأنكم مبدعين، والله إن شاء الله بكرة أشوفكم من الناجحين والمبدعين، لأنكم أنتم أصلا هيك علماء بد، نجوم، نجوم النظم أنتم.